السيدة وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، يعني بيت لحم في الأعياد في عيد الميلاد لا تبدو كأي عام، لا شجرة لا سياحة لا زائرين، هذا المكان كان يعج بالناس بالزوار. كلميني عن القرار بعدم الاحتفال بعيد الميلاد وتأثيراته الاقتصادية. نعم، بالتأكيد العالم كله يحتفل بعيد الميلاد المجيد في هذه الأوقات، باستثناء فلسطين، باستثناء مكان ميلاد السيد المسيح في مدينة بيت لحم. طبعا يوميا هناك المئات من الشهداء والجرحى إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأيضا على كل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس. عادة نستقبل عيد الميلاد المجيد بوجود أعداد كبيرة من السواح من كل دول العالم وأيضا الفلسطينيين من كل المحافظات الفلسطينية يتوافدوا إلى مدينة بيت لحم، ولكن هذا العام كان هناك قرار، الحقيقة هو ليس فقط قرار كنائس أو قرار القيادة الفلسطينية وإنما هو قرار لكل فلسطيني أنه لا نستطيع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ويوميا هناك أعداد كبيرة من الشهداء ومن الجرحى في فلسطين والعدوان لا يزال مستمر. طبعا نحتفل يحتفل العالم بعيد الميلاد المجيد، ولكن بيت لحم كما ذكرت حزينة، بيت لحم تشعر بشعور من الألم يعني مختلف عن أي وقت سابق. ذكرتي الحياة في المدينة، يعني من يتجول في شوارع مدينة بيت لحم يستطيع أن يعرف مدى الحزن الذي يخيم على هذه المدينة وكل من هو موجود فيها وكل من هو موجود في فلسطين. كلميني عن التأثيرات الاقتصادية، يعني سياحيا السياحة تمثل كم، 60% أو 70% من اقتصاد محافظة بيت لحم، وبيت لحم هي المصدر الرئيسي للسياحة بالنسبة للسلطة الفلسطينية الدولة الفلسطينية، فكلميني عن تأثير، كم كان يأتي من الحجيج، كم كان الدخل، والآن الوضع إيه؟ نعم، يعني عندما نتكلم عن السياحة في فلسطين نتكلم في الدرجة الأولى عن مدينة القدس ومدينة بيت لحم وأيضا بقية المدن الفلسطينية. عندما نتكلم عن السياحة نتكلم عن الاقتصاد، لأنه يعني إذا تحدثنا عن السياحة في مدينة بيت لحم يعني هناك عدد كبير يعمل في مجال السياحة، ولكن وكما نقول دائما أن المستفيدين من السياحة ليس فقط القطاع السياحي وليس فقط من يعمل في هذا القطاع وإنما كل المكونات، يعني الكل يستفيد عندما تكون السياحة بعافية فهذا يعود بالفائدة إلى الجميع. كم الأعداد التي تعمل في السياحة هنا؟ يعني عندنا حسب آخر إحصائية في فلسطين حوالي 38 ألف بيعملوا في القطاع السياحي. طبعا مدينة بيت لحم هي من أكثر المدن اللي بتستقبل السياحة من كل دول العالم. قبل الكورونا استقبلنا في فلسطين، وأنا ما أقول في فلسطين، معظمها في القدس وفي بيت لحم، حوالي 3.5 مليون سائح، وهذا كان الرقم الأعلى خلال السنوات السابقة. في فترة الكوفيد طبعا العدد قل كثيرا، وصلنا في فترة من الفترات أنه ما يكون في أي سائح في فلسطين، ولكن كان لدينا أمل أنه بعد جائحة كورونا أن تعود السياحة إلى سابق عهدها وأن يزيد أعداد السياح القادمين إلى فلسطين. بدأت الأعداد بأعداد السياح بالتزايد شيئا فشيء ما بعد الكورونا، وكنا نتوقع هذا العام أن يكون أعداد السواح متقارب عن العام قبل كورونا حوالي 3.5 مليون سائح،
ولكن للأسف هذا لم يحدث. عدد السياح اللي جم ولا لم يأتي سياح على أصل؟ لا يعني وصلنا سياح من بداية العام لشهر 9، وصلنا أكثر من 2.3 مليون سائح، وكنا بنتوقع أنه خلال شهر 10 11 و12 لبداية العام يكون في عنا أعداد كبيرة من السياح يزوروا بيت لحم ويقيموا في مدينة بيت لحم، ولكن الآن كما رأيت لا يوجد أي سائح في فلسطين أو في بيت لحم. ذكرت عن يعني الدخل القومي من السياح لفلسطين، احنا ما عندناش إحصائيات دقيقة، ولكن يعني هي بحدود 16% من الدخل القومي في فلسطين، وأكيد في مدينة بيت لحم هي بتشكل الشريحة الأكبر، يعني الاستفادة الأكبر، لأنه معظم الناس بتعمل في هذا القطاع.